أطلقت وزارة الدفاع حملة تعريفية بعنوان كن منهم، حيث تشارك مختلف وحدات وقطاعات الجيش في الحملة التي تستمر حتى 8 سبتمبر الجاري، وتهدف إلى تشجيع الشباب على الالتحاق بالخدمة العسكرية والخدمة الوطنية العسكرية. التواصل بين منتسبي الجيش والشباب الكويتي يأتي لشرح آلية الالتحاق والتسجيل، وتوضح واجبات ومهام مختلف وحدات الجيش ضمن المسار التعليمي والتأهيلي والتدريبي. نظمت وزارة الدفاع حملة كن منهم في مجمع الأفنيوس، والتي يشارك فيها الجيش الكويتي بمختلف وحداته وقطاعاته في بوث تنويري وتحفيزي للشباب الكويتي للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية العسكرية. يشارك اليوم الجيش الكويتي في هذا البوث التحفيزي والتنويري للشباب الكويتي للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية والخدمة الوطنية العسكرية. يتم من خلاله التواصل المباشر بين منتسبي الجيش والشباب الكويتي، يتم شرح آلية الالتحاق والتسجيل، المسار التأهيلي والتعليمي والتدريبي، بالإضافة إلى مهام وواجبات مختلف وحدات وقطاعات الجيش، وشرح للعلاوات والبدلات العسكرية الجديدة. يستمر المعرض لغاية أو البوث لغاية يوم الأربعاء إن شاء الله تاريخ 8/9. وجودنا بالأفنيوز لمدة 4 أيام يأتي تزامنا مع إعلان هيئة الإدارة والقوى البشرية فرع تجنيد المتطوعين فتح باب التطوع للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية لضباط الصف والأفراد، والدعوة إلى الخدمة الوطنية العسكرية. المعرض شمل التواصل بين منتسبي الجيش والشباب الكويتي لشرح آلية الالتحاق والتسجيل وواجبات ومهام وحدات الجيش. احنا كهيئة الخدمة الوطنية العسكرية نمثل الجيش الكويتي حاليا في هذا البوث، طبعا نجاوب على جميع استفسارات المواطنين عن قانون الخدمة الوطنية. تم انطلاق باب البوث هذا من خلال يعني التوجيه للمجتمع الكويتي وخاصة فئة الشباب في معرفة المؤسسة العسكرية والتشجيع على الانخراط بوزارة الدفاع عن طريق رئاسة أركان العمل الجيش. المعرض مستمر حتى 8 شهر سبتمبر الحالي، فيما ستكون الدفعة 49 والتي سوف تبدأ في 20 نوفمبر المقبل، سوف تشمل مواليد من 10 شهر مايو 1999 وحتى 31 ديسمبر عام 2000. نواف شراكي، تلفزيون دولة الكويت.